بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد. صلوات الله وسلامه على رسول الله ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، ذلك القوم الذين هاجروا آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، اللهم ارضى عنه، ونقلوا لمن جاء بعدهم، نقلوا هذا الدين واجباته والمحرمات ونوافل العبادات وكل ما كان يتعلق بدين الله صلى الله عليه وسلم وشرعه نقله أصحاب محمد، فاللهم ارضى عنهم وارضهم، واجعلنا جميعا من محبيهم المحسنين اقتداء بهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد ابن آدم أو الإنسان يأتي الشيطان فيعقد على قافيته 3 عقد ويقول على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ المسلم ثم سمى الله جل وعلا انحلت عقده، فإن أتبع ذكر الله جل وعلا القيام للوضوء انحلت العقدة الثانية، إذا صلى كتب له انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس. وإن لم يعمل بهذه الأوامر التي بيّنها رسول الله، بأن يعتني بالتسمية عند الاستيقاظ وذكر الله، ثم الاستعداد للوضوء، ثم أداء ما يمكنه من العبادة، لا يصبح طيب النفس، لأن إذا لم يتقيد بما أشار إليه رسول الله، وإنما يصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان حريص على أن يثبط ابن آدم في كل وقت، لا سيما في أيام المواسم الذي يكون استيقاظ العبد وحرصه على مشاركة الآخرين بالعمل والتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة وذكر الله والاجتهاد في الليالي التي يظن بها ظن قوي أنها ليلة القدر. فالشيطان حريص على تثبيط ابن آدم والحيلولة بينه وبين أسباب المكاسب. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان محتاج ليكون ذاكرا لله جل وعلا عند استيقاظه. النبي لما استيقظ من نومه قام فقرأ أواخر سورة آل عمران. لا يقول الواحد ليكون الواحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا استيقظ ينبغي أن يبادر أن يسمي الله ويذكره ويثني عليه ويهتم بمحاولة أحل عقد الشيطان، لأن فعل الشيطان المتكرر يعقد 3 عقد على قافية رأس الإنسان وفي كل عقدة كأنها نوع من السحر: عليك ليل طويل فارقد. ولذلك قد تأتي أضغاث أحلام سيئة تثبط الواحد عن العمل الصالح، فينبغي للمسلم أن يتعاهد النظر فيما يكيده الشيطان له، فإن الله جل وعلا أخبر أن الشيطان توعد أن يضل ذرية آدم عن آخرهم، وتوعده الله جل وعلا وتوعد معه من يتبعه بنار جهنم. فاحرص أيها المسلم في أن تستعين بالله جل وعلا في كل أحوالك، ولكن في حال النوم عندما تفكر في النوم توطن نفسك على أنك سوف تستيقظ من نومك وسوف تباشر مشاركة الآخرين في تحصيل الأجر والثواب من الله جل وعلا،
والتقرب إليه لما يحب من الطاعات الكريمة، لا سيما في مثل هذه الليالي المباركة، فاحرص على استغلالها، واحرص على الحرص على أن تقف في مقصد الشيطان بالإكثار من ذكر الله، فإن الشيطان لا يرتاح للذكر، والمكان الذي يذكر فيه الله ويكرر فيه الذكر لا يبقى فيه، فأكثر من ذلك كله واستعن بالله جل وعلا، استعن بالله واعلم أن أي تثبيط من الشيطان إنما هو ربح يربحه على ابن آدم، فاحرص على أن يكون خاسرا في محاولاته معك. بالتوكل على الله والإكثار من ذكره وسؤال الله جل وعلا أن يعينك على مكافحة عدوك اللدود، وإذا صدقت منك النية وصحت منك الإرادة وبطنت نفسك على أنك بإذن الله سوف تستيقظ من نومك لتشارك إخوانك في العمل الصالح، ثق بأنك إن شاء الله سوف تصل إلى ما تريد، فعود نفسك على الرغبة في ذلك، وعود نفسك على أن تقف ضد رغبات عدوك الذي لا يفتى يسعى جادا ومجتهدا لإضلال بني آدم. ثم تصور وأنت في منامك لو أن أحدا من الناس رآك تتحرك يقول لك عليك ليل طويل، احرص على أن تكون مراغما لمن يريد أن يثبطك عن الخير والبركة، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي كلما مضى منها وقت لا يعوض إلا بالاستغفار والتوبة والعزم الأكيد على مكافحة الشيطان والاجتهاد في تحصيل الخير المبارك. ثم اعلم أن هذه الليالي لا تتعوض، فإن الواحد منا لا يدري إذا قصر في الليلة هل يدرك الآتية، وإن أدركها لا يدري هل يوفق فيها، وإن وفق لا يدري هل يأتي ما وراءها. فليحرص المسلم على اغتنام الفرص والأخذ بأسباب الأرباح الكريمة المجيدة، ويكثر من سؤال الله جل وعلا أن يعينه، فإن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. أكثر من الاستعانة بها في عزيمتك على الخير وعزيمتك على مكافحة الشر. ولذلك شرعت لنا عند سماع الأذان ومناداة المؤذن بحي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا لم يعن الله على الاستجابة وإذا لم يسددنا فحولنا ضعيف أن يكافح مثل ذلك. فاحرص أيها المسلم وتعاهد نفسك، وإذا رأيت من نفسك إقبالا في الليلة فاحرص على توطين نفسك أن تزيد في الليلة القادمة، وكلما ازددت من الخير كلما عظم أجرك، وكلما ضعف عدوك اللدود الذي لا يفتى يركض على الناس بخيله ورجله، فاحرص أيها المسلم. ثم إن الليلة هي ليلة 24 من شهرنا، مضت 23 ليلة، فاحرص على أن تكون حريصا على أن تجتزئ بأكثر قسم من تحصيل خيرات هذه الليلة، لعل الله أن يسددك فيما يأتي بعدها، فاجتهد في ذلك كله. ثم عود نفسك أن تتهيأ لليل بشيء من الراحة في النهار، وهما يسمى بالقيلولة، ولو بدقائق، فإنها أشبه ما يكون بالمنعش للنفس لتلقي السهر الليل. فبحول الله إذا عزمت وتبين ذلك من عزمك وإرادتك وسألت الله أن يعينك، فإنك بحول الله سوف تحصل على خير كثير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا جميع ما عملناه من صالح الأعمال في الأيام الماضية، وأن يتجاوز عن التقصير وهو كثير، أن يتجاوز عنه ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
وأن يغفر لنا ذنوبنا ويعيننا على أمور حياتنا كلها، وأن يعيننا على ما يسددنا في سلوك طريق الآخرة بالعز والتوفيق. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما تؤتينا وما آتيتنا، وأن تجعل عملنا كله موافقا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، مقبولا عندك، خالصا لك يا إلهنا ومولانا. اللهم اجعل أعمالنا كلها موافقة للسنة، مقبولة عند الله، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خاصا له، فإنه جل وعلا كما قال: أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل وأدخل مع الله غيره في ذلك العمل لم يقبله الله. فاحرص على أن يبرئك الله جل وعلا من أي شيء يخدش عملك أو يصرف خيره إلى غيرك، فإن الله هو القادر على كل شيء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن تحمي حوزة الدين في كل مكان من بلاد الإسلام، وأن تصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن تجمع شملهم وتؤلف ذات بينهم، وتجعلهم متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان، متناصحين بصدق يا أكرم الأكرمين. اللهم يا إلهنا ومولانا، اقضي فرج كروبات المكروبين، واشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وفك أسر كل مأسور ظلما من عبادك المؤمنين، وعاجل بالفرج يا حي يا قيوم. البلاد التي يكال لها الشر كيلا جزافا، الشام، اللهم عاجلها بالصدق بالرجوع إليك، والنصر المكين لها، وأرنا في عدوها المهيمن عليها الخبيث في معتقده وما يرتضيه لنفسه، أرنا فيه عجائب قدرتك، وأرنا في كل من يشد أزره ويعينه من الرافضة الصفويين ومن يسير في ركابهم ومن يؤيدهم كحزب لبنان النجس أو غير ذلك، أرنا في الجميع عجائب قدرتك، وأرنا في الدولة الفاجرة الكافرة الشيوعية الخبيثة دولة الروس، أرنا فيها يا حي يا قيوم تصدعا بينا وفشلا ذريعا وانفلات الحبل منها وحصول تناحرات فيما بينها عاجل غير آجل، واجعل المسلمين فيها في منأى عن كل ذلك يا مجيب السائلين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعاجل البلاد المظلومة كالعراق الذي يتولى أمرها في الغالب رافضة العراق وهم في ركاب الصفويين، أرنا فيهم يا حي يا قيوم ما يسر أهل الدين الحق أهل السنة والجماعة، ويخذل دعاة الرفض والانحلال يا مجيب السائلين. وعاجل أهل اليمن يا حي يا قيوم بالفرج العاجل والخروج من مأزقهم، وانصر من ينصرهم وانصرهم معه يا حي يا قيوم، وعاجلهم يا حي يا قيوم بتصديع جماعة الحوثيين الرافضة عاجل غير آجل يا مجيب السائلين. اللهم سكن الفتن التي تعصف في بعض البلاد الإسلامية كالذي يحصل في بعض البلدان في أفريقيا في ليبيا أو غيرها، عاجلهم يا حي يا قيوم بجمع الكلمة على من يقودهم قيادة سليمة ويرعى بهم مصالح الأمة، إنك مجيب الدعاء. اللهم وفق لي أمرنا في هذا البلاد لكل خير، واصرف عنه كل شر، واصرف به عن هذه البلاد أيضا كل شر، واجعله يا إلهنا يخافك ويرجوك ويحسن التوكل عليك ويصدق في معاملتك ويحرص على كبح جماح الضلالات والأخذ على البدع وكبتها ومعاقبة من يدعو إلى الأخلاق السيئة والتخلق من أخلاق الذائبة المائعة. اللهم وفقه لكل خير، وصد به عنا وصد عنه كل شر يا مجيب السائلين. وافقه ووفق معينيه في عمله لكل خير، وصد الجميع عن كل شر، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.